تكبر طموحات في استقطاب المتميزين بمرحلة المدارس وتقديم كل الدعم لهم لتمثيل سوريا عالمياً. 400 طالب وطالبة يتنافسون للتتويج بالميداليات وعضوية الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2022. دائما في بمشروع التميز دائما في بيتميز بالشيء الجديد. اليوم عم نشوف توسع نحو الشرائح العمرية الأقل عمرا من عمر الأولمبياد. عمر الأولمبياد دائما معروف من مرحلة التعليم الثانوي وما قبل الجامعي. اليوم عم نشوف طلاب من مرحلة التعليم الإعدادي عم يشاركوا، طلاب من الماراثون البرمجي، طالبة من أولمبياد اليافعين للعلوم. خمسة من قدروا يوصلوا للتصفيات النهائية وهنا طلاب صف ثامن، يعني هذا الشيء كتير حلو، وهو عبارة عن تحضير لشريحة عمرية إضافية وتأهيلة وصقلة لتكون جاهزة في القادمات لحتى تقول كلمتها بالتميز وبمجال الأولمبياد العلمي السوري. مشروع التصفيات النهائية، هلأ وصلنا للمرحلة الأخيرة من المراحل الأولمبياد العلمي. المرحلة الأولى كانت بمشاركة 6000 طالب، والمرحلة الثانية 1600، ونحن هلأ وصلنا على التصفيات النهائية ب 400 طالب. إن شاء الله موفقين. بكرة الاختبارات راح تكون على يومين، جولتين كل واحدة مدتها 4 ساعات. بالنسبة لاختصاصات العلوم الأساسية كلها المعلوماتية حتكون 5 ساعات بجامعة دمشق. حماس كبير ومحبة ولقاء جميل بين أبناء سوريا من جميع المحافظات في حدث علمي كبير وهام، حيث امتازت هذه التصفيات النهائية لهذا العام بحضور فاعل لأعضاء رابطة خريجي هيئة التميز سفر الأولمبياد العلمي. الأولمبياد تجربة كتير كانت حلوة، كتير نفعتنا صراحة. يعني أنا لما تقدمت ما كنت متوقع أبدا أوصل لهيك مرحلة. بفتخر كتير بإني وصلت لهون حتى لو ما نجحت، بس التجربة كانت كتير حلوة. يعني وصولي لهون أنا بفتخر فيه بجد. يعني هيك تجربة كتير حلوة. كنا السنة الماضية مركزي، وهالسنة إحنا قدامة معياري، فهي تاني سنة إلنا عم نقدم بامتحانات أولمبياد، وكانت حقيقة سنة مليئة بالامتحانات والاختبارات اللي حقيقة قوت لنا شخصيتنا، قوت لنا معلوماتنا، قدراتنا الذهنية، وسعت لنا الأفق تبعنا. كانت تجربة رائعة على كل الصعد. استفدت أول شيء طورت قدراتي بالمعلوماتية اللي هي اللي صارت مهمة جدا بحياتنا حاليا، وطورت قدراتي سواء تفكير المنطقي أو سواء للبرمجة. يعني المراحل اللي اجتزناها هي الامتحان المحافظات، وبعدين هلأ بدنا نقدم المركزي حتى نتأهل على الفريق الوطني. بده يكون في بعدنا عنا الاختبار النهائي التصفيات مشان ياخذوا الفريق الوطني حسافي برا سوريا. هي تجربة كتير حلوة، بتمنى الكل يجربها، واليوم كان كتير حلو وخلاني انه افتخر انه انا من سوريا وهذا البلد كتير حلو. والمرحلة الجاية هي النهائي، وبدها تصير يعني بتقيم كتير ناس، وكمان هي تجربة كتير حلوة. خطوة فاعلة لتكوين اللبنة الأساسية لدى هؤلاء اليافعين وتعزيزها قولا وفعلا للعمل باجتهاد والصدق في العمل. حماس كبير ولقاء جميل بين أبناء سوريا من مختلف المحافظات السورية في حدث علمي هام. التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2022. للإخبارية السورية زينب عاقل، دمشق.